الربان عز الدين قاسم خبير دولي في الشؤون البحرية وعضو بالغرفة الدولية للتحكيم بباريس. مرحبا بك. تنجمش تقول لنا اليوم شو وقع في الندوة هذه اللي قاعدة صايرة ما بين الندوة هذه هي تكملة عدة ندوات بدرنا بها توا عنا مدة أسبوع أو أكثر، وتقرت في نطاق الولاية باش تكون لجنة لمتابعة إنجاز ميناء ذو مياه عميقة بنفيضة والمنطقة اللوجستية، وكنت أنا المقرر تعين كمقرر العام تاع اللجنة. اللجنة متابعة إنجاز ميناء ذو مياه عميقة بنفيضة والمنطقة اللوجستية بها. بالنسبة عملنا زيارة ميدانية تو مدة أسبوع على عين المكان بمعية كل من المديرين الجهويين تاع مملكة الدولة باش نشوفوا فماش مشاكل عقارية، بالمدير الجهوي للنقل، المدير الجهوي للتجهيز، وكانت ثلة من اللجنة مع في معتمدية تنفيضة، ومشينا على عين المكان. واني بصيفتي من عام 92 واحنا قاعدين نتكلم من صاحب مبادرة الفكرة لإحداث ميناء ذو مياه عميقة بتونس، قمنا بزيارة الميدانية، وزيارة المدنية اللي وضحنا فيها أنه ما فماش حتى مشكلة عقارية إلى حد الآن لكلها مناطق دولية وبعض مناطق خاصة اللي هي معناها يوقع الاستغناء عليها، فماش حتى مشكلة. المنطقة اللوجستية فيها ما يقارب 1300 هكتار وكلها مناطق دولية تتبع الدولة، وفيها بعض معناها يعني ما يقارب من 300 هكتار اللي هما ما معناها يعني مساحات خاصة ولا مش يوقع استغناء عليها وقع فيها معناها حل الإشكال فيها. سو كيفية معناها بالنسبة لنا احنا أهم حاجة هو بالنسبة للمنطقة اللوجستية الكل ما عندناش فيها حتى مشكلة عقارية إلى حد الآن. يبقى أنه الميناء ذو مياه عميقة أنه هو راهو مش يخدم تونس كاملة، مش يخدم الجهة. أرى ما نجمش، فما حاجة يلزم اللي يفهموها برشا ناس، أنه حاليا في تونس من نجمه نقوله قدمنا أو مش نقدمه في النمو الاقتصادي متاعنا إلا ما نخلقه الميناء ذو مياه عميقة بنفيضة أو غير نفيضة. مي أني جنسيست بور نفيضة بوركوا، خاطر لي هولندي ديجا لعملوا ليتود في 2005 والليتود موجودة عنا، وعطيناهم 9 سيت على السواحل التونسية الكل، ولي 9 سيت اختاروا منهم منطقة نفيضة. بوركوا اختاروا منهم منطقة تنفيذ؟ على خاطر ما نجمش تو كيف نقول مناطق داخلية، سيليانا سيدي بوزيد قصرينا سيدي سويد، ومش نخلق فيهم تنمية اقتصادية، يلزم نخلق فيهم دي بلاتو لوجيستيك. ما نجمش نخلق دي بلاتو لوجيستيك ريجيونال. تعرفوا إلى حد الآن بار اكزومبل وقت نقول عندي معمل سيمان في القروان وقع حديثا، ما عنديش سكة قاعد توصل معمل السيمان. سو كيفية بالنسبة للمنطقة النفيضة اللي هي تتوسط للوتورال التونيزيان الكل، اللي هي تنجم نحل منها معناها عدة يعني أسلاك يعني حديدية باش توصل للمناطق هذه، ونحل دي زون لوجيستيك ريجيونال في المناطق الكل متاع الجمهورية. حاليا في تونس عندنا ما يقارب من 9 مواني تجارية، التسعة مواني تجارية اي كومبري لو دو بور كومبيني تاع مازن بورقيبة وبنزرت والصخيرة وقبس، هذوما 9 مواني اكتويلمون. رانا باش نكونوا واضحين راهم عايشين فيو بالمبادلات التجارية التونسية. تعرف المبادلات التجارية التونسية 98% منها قاعد يوقع عن طريق البحر، 2% جو وبر. سو كيفية بالنسبة لنا احنا توا حاليا ما نجموش نقدموا القدام الا ما نخلقوا ميناء ذو مياه عميقة لو مش يخدم البلاد من ناحية سو لو بلان ناسيونال ليكونومي ناسيونال، ومش يخدم الدول الاخرى المجاورة كيما البحدانة الجزائر وليبيا والمناطق الاخرى اللي ما عندهاش اكسيس سور لا مير. فسر لي، سامحني قصيت على كلامك، تفسر لي الفرق ما بين بور دو ترانسبوردمون وبور عادي، خاطر ثم فرق كبير. وتونس تونس حاشتها بالبورت النورمال ولا بور دو ترانسبوردمون؟ بالنسبه لتونس راهو تو حاشتها. بالنسبه لي بور الاخرين قلنا عليهم الكل انهم ولاو اونكلافي دون لي سونتر فيل. شوفوا انت لاحظوا ميناء سوسه فين موجود؟ في قلب المدينه. شوفوا معنا ميناء بنزرت، شوفوا ميناء قابس، شوفوا ميناء صفاقس، كلهم موجودين في قلب المدن. سوك فيهم عايشه فيو بالعاده. حاليا تونس ايش حاشتها؟ حاشتها ان غران بور اونو بروفونت، الا هو مش علاش نقول ان بور اونو بروفونت؟ على خاطر بالنسبه لنا احنا توا فما البحر المتوسط دايرين بينا تريس كونكورون، عندنا 13 ميناء ذو مياه عميقه في البحر المتوسط. المغرب سبقتنا عندها توا تخدم في الكاتريان فاز نتاعها، وقاعد تعمل في الميناء الثاني ذو مياه عميقه اللي هو في جبل طارق. مصر عامله 2 دومياتو بورسعيد، الجزائر قاعد تعمل في 1. اذا كان احنا ما نفيقوش على رواحنا توا في تونس انه باش نخلقوا هالبلاتو هذايا وهالميناء ذو مياه عميقه اللي مش يخدم اول شيء الساعه مش يخدم. انت تعرف الفراك سوليد الكل توا حاليا قاعدين معامل السيمان نتاع تونس الكل قاعد تخدم بالكوكا بترول.
شو معناها؟ ما عادش تخدم لا بالغاز ولا بالالكتريسيتي. سو كيفي اذا الكوكا بترول هذا هو تو الانرجي الوحيده اللي قاعد تخدم بها المصانع الكبرى في تونس. شو الكوكا بترول؟ كوكا بترول بات كوك هو هو الفحم البترولي يتسمى، الا هو انرجي، الا هو قاعد يخدم به المعامل التونسيه الكل. كي حاليا كنا نهبطوا في ميناء جابس، ميناء جابس توا حاليا فيه مشكله من الثوره اللي توا هو معناها مغلق امام توريد الفحم البترولي. هبطنا في بنزرت، بنزرت فيه اصلاحات، توا قاعدين نهبطوا معامل السيمان الكل، راهو كل ما هو يترتب عليه توا اذا كان ما نبداوش من توا نخمو في ميناء ذو مياه عميقه باش نهبطوا فيه معناها الفراك سوليد هذا، كل ما هو اللي نشوفوا فيه قمح ولا نشوفوا فيه بكوكا بترول انسي دو سويت، رانا معاش نجموا نفيو بالمبادلات التجاريه نتاعنا. اقبل يلزمنا خاطر ما نجموش نقولوا فما نمو اقتصادي كان فماش اون انفراستركتور بري ايتابلي وبدراسه معمقه باش نجموا نواجهوا المستقبل نتاعنا. نرجعوا توا للميناء ذو مياه عميقه، هذا موجود في قلب البحر الابيض المتوسط، انه البواخر العملاقه اللي تجي من اسيا باش تمشي لاوروبا هي مش تربح واحنا مش نربحوا. علاش هم مش ربحوا؟ خاطر هو في عوض يقعد يمشي لهامبورغ بار اكزامبل ولا روتردام ولا لونفيرس باش يهبطك ال 20 الف حاويه او 18 الف حاويه نتاعو، يولي يهبطها في تونس كيما نجم يهبطها في طنجه، كيما نجم يهبطها في مصر اذا كان احنا ما نزربوش رواحنا توا، يولي هو يربح ما يقارب من 15 يوم في كل رحله. سبع ايام تصور انت من تونس لهامبورغ عن طريق البحر، فما سبع ايام مشي وسبع ايام رجوع، سو كيفي 15 يوم هو مش يربح انه معاش مشي في عوض يعمل بار اكزومبل 8 رحلات في العام، مش يولي يعمل 12 رحله في العام، سو كيفي هو مش يربح واحنا مش ربحوا. اما احنا كيفاش مش نربحوا وكيفاش مش نجلبوه من المستثمرين هذوما اللي هما مجهزي البواخر، نتكلم على مجهزي البواخر التونس باش ما يقعدش يهبط في طنجه ولا ما يهبطش في 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 مصر قبلنا ولا في الجزائر. تو حاليا اغلب المواد اللي موجوده هما في عمق 17 متر. لا نوفيل جينيراسيون دي بورت كونتينور دي سي 2019 باش يوليو 20000 كونتينور. لازم نكونوا احنا عندنا ان بو دو انتيليجونس اي دونتيسيباسيون باش نسبقوا الحدث نتاع البواخر العملاقه نتاع 20000 حاويه اللي مش يكونوا في عام 2019. احنا من تو هذاش حكايه ثانيه، حتى في نطاق اللجنه او في نطاق مع الوزارات المعنيه كيف عملت مؤتمر دولي حول النهوض بقطاع النقل البحري في ديسمبر 2015، انه من تو نسبقوا باش نعملوه 20 متر 20 متر العمق نتاعو ماهوش 18 متر وماهوش 17 متر. علاش؟ باش كيف توقع نجيو مع لا نوفيل جينيراسيون دي بورت كونتينور اللي هما كيما سي ام سي جي ام مغرب، هما اشهارات ما اشهارات دوليه كيما لام اس سي كيما مارسك، هذوما مجهزي البواخر العملاقه اللي يجيو من اسيا في باتجاه اوروبا. اونتر بارونتيز صعبه من قوسين، 35% من البواخر اللي تتعدل اوروبا توقف البحر المتوسط. سو كيفي اني يلزمني تونس مادام عندي مش نخلق الميناء ذو مياه عميقه باش ما يقعدليش يعني مسكر كيما عده مشاريع اخرى كيما مطار نفيضه كيما ميناء تونس العاصمه اللي عنده 13 عام مسكر، وهذوك لازم نحيوهم شنو بطرق اخرى وباساليب اخرى باش نقويهم المنافسه وباش نعطيو حاجه خير من الموجود عندهم. شنو هي الفكره نتاعي؟ الفكره نتاعي ثلاث حوايج. اول شيء صح يكون ميناء ذو مياه عميقه 20 متر باش نهار اللي تخلقوا البواخر العملاقه، خاطر احنا كان نبداو في نبنيو فيه توا الميناء 2016 لا بروميير فاز، خاطر هو سور تروا فاز مش يحضر 2019. لا بروميير فاز او ما باش نبداو ندخلوا في الفلوس باش نبداو البواخر تجينا، وبشوي بشوي نبداو نكملوا في الدوزيام والتروزيام فاز بهذه الاولى. يلقونا كان احنا تونس عندنا 20 متر. بالنسبه للنفيذه راه وقت اللي اخترناه راه مش اختاروه لي هولندي في ليتود نتاعهم ولا خممنا فيه، راهو سي با بور لي بوزيو دو لا ريجيون، راهو مش يخدم صح مصلحه البلاد. وحاجه ثانيه اللي هو لا بلوز امبورطون، النفيذه هي المنطقه الوحيده اللي فيها ان دراجاج ناتوريل. علاش دراجاج ناتوريل؟ خاطر هو لو بور باش يفهموه برشا ناس، راهو نو فا با اتر دون لا مير، راهو مش في وسط البحر، فا تتر كروزي دون لا تير في الصبخه، هي الصبخه نتاع سيدي خليفه هذيك مش تحفر الميناء في وسط الارض، وخاطر غادي كاين لو نيفو دو لا تير اقل من نيفو دو لا مير، سو كيفي بعتادي فاتاتر اينوندي بار لا مير. هذه هذا من ناحيه، هذا سو لو بلان ايكولوجيك تكنيك. نرجعوا حاجه ثانيه انه بالنسبه للميناء نفيضه فما ان اكسي ناتوريل دو 35 متر دو بروفوندور. لي زافونتاج قلنا ان بور ا 20 متر اينون با 17 متر. الافونتاج الثاني لازم نعملوا ان بور ا زيرو كربون، يوقع حتى التشجيع من الاقتصاد الازرق ليكونومي بلو يشجعونا باش يكون ان بور باليوليان والمارينيير والفوتوفولتايك، وخاطر سورتو دايرين به مناطق سياحيه، واحنا بيان سور كيف تقولوا ان بور زيرو كربون مش كيما تقولوا ان بور في الانرجي بين ديترميني على التلوث ولا غيرها. حاجه ثالثه هو انه تونس لازم نرجعوا لتاريخنا الاصلي على كنا لومبير دو لا مير دو موند اونتي. عندك فكره تونس توا حاليا قشعانه من الباخره لنقل البضاعه ولا؟ ما
مانيش فكره مانيش البواخر صفر انا صفر خارق العاده خارق العاده يعني تونس في السبعينيات والثمانينات عندنا 42 باخره عندنا جابس كيمياء للنقل اللي كنا قبل اني بيدي كنت عام 80 نمشي الهند ونمشي لاندونيسيا على البواخر التونسيه ونهزوا اون اكسبورت لاسيد فوسفوريك لاسيد سلفريك وكنت نجيبه في القمح نتاعنا ونجيبه في الصوجا والمايس من الارجنتين والبرازيل وكنت اني بيدي عام 88 وب 42 باخره نشوفوا توا تونس عندها صفر من البواخر اور فين القدام اور يلزمنا توا وقفه صارمه للحكومه هو نوقفوا على ميدان النقل البحري في تونس على الصناعات البحريه على الهندسه البحريه لارشيتكتور نافال لا كونستركسيون نافال اي لا كونستركسيون بورتوير وما عندناش وقت ياسر راهو كي نتكلم اني توا اني ماذا بيه غدو يبداو بناء الفيضه يبداو فيه وهذه ورانا عندنا تو لي زافونتاج تو لي زاتو بور لو فير حتى كان الشعب التونسي الكل يشارك فيه هذه كان بري ناسيونال اني جادمي انا اني جادمي بورصه حتى كان ما فماش مستثمرين من الخارج على خاطر فما ناس ما يحبوناش نعملوه البورتو.